لبست فستان اسود وعطرها باللون البينك، اتكلمت عربي وفنانات الخليج لفوا حواليها وكانوا واقفين في ظهرها، وزعت هدايا على الناس ببلاش، وعملت مع ولادها حركه محدش يتخيلها، لقطات من حفل اطلاق عطر جورجينا الجديد في السعوديه. يا ترى مين من المشاهير حضر اطلاق العطر الجديد بتاعها؟ مين اللي قرروا يقفوا معاها؟ ازاي بشطارتها خلتهم كمان يسوقوا ليها من غير ما تطلب منهم؟ تفتكروا الحفله دي حصل فيها ايه؟ خليكم معايا وانا هحكي لكم كل اللي حصل. جورجينا عملت مفاجأة جديدة لأهل الرياض وأطلقت برفم ليها في السعودية، والحفلة كانت كبيرة جدا ومليانة نجوم خليجة. جورجينا قررت تستفيد من تواجدها في السعودية والهالة اللي معمولة عليها وإن كل الناس بتحبها، وده كان في صالحها علشان تطلق حملة عطرها سينس. طبعا بما إن جورجينا شخصية مش عادية فكانت الحفلة الخاصة بيها برضو مش عادية، ولا النجوم اللي حضروا عاديين. الحفلة اتعملت في واحد من أكبر أماكن الاحتفالات في الرياض، وكانت كل حاجة فيها باللون البينك، وعلشان يبقى نفس لون العطر والإزازة الجديدة بتاعتها. أول حاجة، إزازة العطر مش بتتقدم في علبة عادية كده زي أي علبة تانية، لا خالص، دي بتتقدم في شنطة زي الشنط الحريمي الغالية أو اللي بتلبسها جورجينا يعني. وطبعا الشنطة مكتوب من بره عليها اسم العطر زي ما مكتوب على الإزازة من جوه، وبمجرد ما ظهروا قلبوا السوشيال ميديا كلها، وده علشان جورجينا حتى في البرفيوم الخاص بتاعها عملت ليه ضجة وشكل مختلف عن أي حاجة تانية. ديكورات المكان اللي كان فيه الحفلة كان كله ورد، والإضاءة وحتى الكوبايات المستخدمة كانت باللون البينك اللي متاخد من لون البرفيوم. بس لو متوقعين إن جورجينا لبست فستان بنفس اللون، للأسف توقعاتكم غلط، وده لأنها لبست فستان أسود عادي وبسيط كمان مفهوش أي حاجة ملفتة. والناس علقت على ده بأنها شخصية عملية وبتعرف تستغل كل حاجة وبتخلي كل حاجة لوقتها. من المفاجآت اللي في الحفلة، الفنانين والمشاهير الخليجة اللي كانوا موجودين، واللي كان منهم السعوديات ريم عبد الله وشهد لي ورهف الحربي وغيرهم كتير. بس كمان من الكويت حضرت الفنانة الكبيرة إلهام الفضالة والفاشونيستا نهى نبيل وفوز الفهد، واللي كانوا موجودين جنب جورجينا على نفس الكنبة، وشكل كده قعدتها في السعودية خلتها تعرف تعمل أصدقاء هايلين. جورجينا عرفت تسوق لنفسها في الحفلة وتكسب أرض جديدة ليها، وكانت البداية بأنها اتكلمت عربي في أول الحفلة، وبعدها عرضت المنتج بتاعها واتكلمت عنه، وبطريقة تسويقها خلت الناس كلها تشكر فيه. أما بقى الحركات الإعلامية واللي هي شاطرة فيها قوي، فكان منها إن بنوتة صغيرة إدتها وردة وهي بتتصور، فطلعت من شنطتها إزازة برفيوم وديتها ليها، وطبعا كل الناس أشادت باللقطة دي. بس على ناحية تانية بقى خالص، جورجينا ما نسيتش إنها أم أبدا، وكان اهتمامها بابنها وبنتها اللي حضروا معاها الحفلة كبير جدا، بإنها تشوفهم عايزين إيه وتجيب لهم أكل وحاجة يشربوها، وده يأكد إنها ست بتعرف تستغل الوقت وكل حاجة. وبرضه دي كانت لقطة لطيفة في وسط حفلة شغل كبيرة زي دي. جورجينا مش بتقعد في مكان واحد وبتشوفها دايما عايزة تحقق حاجات كتير بعيدة عن كريستيانو، والدليل إنها كانت لسه من يومين في عرض مجوهرات عالمي في باريس، ووقتها كانت مع غادة عبد الرازق وكاردي بي ومشاهير كتير. أهم حاجة عندها تحقق مكسبها المادي وبس. إيه رأيكم في تشغيل دماغها؟ شاركونا بقى برأيكم في التعليقات.